وبينما يتم استغلال المهاجرين العراقيين لأغراض سياسية، لوح كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على حكومة بيلاروسيا، مؤكدين عدم ثقتهما بالتطمينات قول التي قدمتها مينسك بشأن إعادة المهاجرين الموجودين في خيام عند الحدود البولندية إلى بلادهم بعد اتهامها بتدبير تدفقهم. وأكدت الخارجية الأمريكية في تصريح صحفي مواصلتها محاسبة نظام بيلاروسيا بسبب هجماته المستمرة على الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذا المعايير الدولية.